سلام عليكم ومساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير وين ما كنتم في أي منطقة في الكرة الأرضية. احنا الحين في دبي عند برج خليفة شارع الشيخ زايد، ننقل لكم دبي في ثاني جانيوري 2022 من عند برج خليفة، وهذا شارع الشيخ زايد والحركة فيه مستمرة بعد هطول الأمطار المباركة، ولا في نقطة لا على شارع ولا على أي مكان، يعني التخطيط صراحة مبدعين. وهذا بعد أطول فندق، أطول فندق نضايقكم إياه. لو ما الغيوم رويناكم بعد برج العرب وعين دبي ووك سكاي. أنا صراحة محظوظ، شكرا ربي على هالنعم اللي جازيتني بها. إن شاء الله في الآخر بعد أكثر بالجنة إن شاء الله مع كل السامعين أجمعين. وهذا الفندق الذهب اللي تشوفونه أطول فندق في العالم، يقع في قلب دبي شارع الشيخ زايد. هذا أرفع فندق في العالم على شارع الشيخ زايد في دبي. الحمد لله. شوف التخطيط الهندسي شلون مسوي، كل شيء جميل.